مرحبا بفيديو جديد من مدينة تورونتو بأونتاريو بكندا. هذا الفيديو لح يكون كتير مميز، لح يحكي عن طريقة جديدة للسفر لنيوزيلندا. ما نحكى طبعا عنها بالسابق، مثل ما تعودتوا منحاول نشارك دائما المواضيع المميزة واللي ما نحكى عنها بالسابق. هذا الفيديو لح نحكي فيه بالتفصيل مع طرق التقديم والروابط إذا الشخص حب يقدم بنفسه أو يقدم عن طريقنا. هذه الفيزا يلي بتساعدك بالحضور للأحداث الرياضية حتى لو كانت هذه الأحداث ما لها عالمية. منركز يعني ما بالضرورة يكون الشخص بده يحضر مثلا كأس العالم أو بده يحضر كأس كرة القدم أو كرة اليد أو أي شيء، حتى الأحداث الرياضية على الصعيد المحلي بنيوزيلندا ممكن أنك تتقدم لها، لكن بده يكون التوقيت صح وبده يكون الترتيب الدوكيمنتس أو المستندات مناسب لهذا الشيء، وبعدين نقدر نحصل على فرص كبيرة. طيب شو بتقدر تساعدنا هذه الفيزا إذا حصلنا عليها؟ مثلا بدنا نشوف حدث رياضي أو حدث موسيقي أو شيء له علاقة بالتراث والتاريخ، أي أحداث أو مهرجانات متعلقة بهذه الأمور بنقدر نحصل لها على فيزا. وهذا الشيء ما بيعني المؤتمرات، المؤتمرات موضوع مختلف تماما وأصبح شائع جدا وما بننصح فيه أبدا. المؤتمرات ممكن أي شخص يتقدم لهذا الموضوع، هو يمكن يشتري التذكرة بمية أو ميتين دولار أونلاين وبالنهاية ما بيحصل على أي نتائج إن كان لنيوزيلندا أو كندا. طيب شو بالنسبة للاحتفالات؟ أي مهرجانات، أي احتفالات أو فعاليات رياضية موسيقية، هذه حيكون في عنا التذاكر للأشياء المعروفة كتير وإلى أسباب معينة أنه عم تصير. بنقدر نأمن هذه التذاكر من خلال عميلنا الموجود بنيوزيلندا، يعني حتكون تذاكر لما الشخص بيشتريها ضابط الهجرة حيلتفت نظره أنه هذا الشيء عارفان هذا الشخص ليش جاي، عارفان هذا الشخص أنه ما له شاري هذه التذكرة بطريقة عشوائية. مثلا في ناس طبيب ومشترك مثلا بحفلة إلى علاقة مثلا بتصميم الأزياء، الشخص حيفكر أنه هذا الشيء مناقض للمهنة اللي هو عم يقدم عليها، يعني مهنته كطبيب أو كعامل صحة healthcare worker مناقض تماما للشيء اللي متقدم له. لكن فينا نرتب هذا الشيء حتى لو كان المهرجان أو الفعالية ما له علاقة بمهنة الشخص أو بأهدافه لوصول لنيوزيلندا. هذا مجرد مثال بسيط لحتى نشرح طريقة العمل على هذا الموضوع. يعني ما بالضرورة تكون عندك اهتمامات رياضية القصد أو اهتمامات موسيقية لحتى تقدر أنه تثبت طلبك بشكل أقوى. فبالنسبة لهذا الشيء بنقدر أنه نتجاوزه من خلال التذاكر المناسبة عن طريق عميلنا بنيوزيلندا لنقدمها طبعا مع الطلب. وبالإضافة لهذا الشيء بنقدر نحصل على استضافة من هذا الشخص لحتى يكون مثل هوست أو أنك تكون ضيف عنده لفترة قصيرة لحتى هو كمان يساعدك. ممكن هذه الخدمة تضيف بعض التكاليف على الطلب، وممكن أنه فقط تكون استضافة لمدة يوم واحد لحتى ما تزيد التكاليف عليك كطالب كشخص حابب يقدم ويصل لنيوزيلندا. طب أنا شو بستفاد من هذه الفيزا بعد ما أقدم عليها؟ بعد ما أقدم على هذه الفيزا رح تفتح لي بواب كتير، حقدر دور على شغل بشكل قانوني. ما بقدر اشتغل بالفيزا، يعني ما بقدر انه انا اكون على هذه الفيزا وروح فورا اشتغل عند اي شخص او اي مكان او اي شركة، يعني it doesn't work that way، ما بيمشي الحال بهذه الطريقة. فلحنا مناخدها كفرصة اذا حصلنا على عرض عمل فينا نقلبها لإقامة عمل داخل البلد قانونا مسموح وقانون موجود. ما هو policy او مثلا سياسة موجودة بشكل مؤقت مثل كندا، لكن هي موجودة بشكل دائم حاليا وما صار عليها تغييرات. طيب شو بنقدر نعمل؟ إذا حابب أدرس كمان بقدر ألبى دراسة، إذا حابب استثمر ممكن ألبى استثمار، إذا في عندي شخص بده علاج ممكن أنه نحولها لطريقة ثانية موضوع العلاج، لكن يصلح أنه نقدم للعلاج من برا من دون ما نقدم
على هذه الفيزا ونرجع نغير الخطط أو البلانز. طيب فيني حط أفراد أسرتي وعائلتي؟ نعم فيك. كم سعر هذه الفيزا؟ $211 للحكومة النيوزيلندية. طبعا هذا بيختلف تماما عن التكاليف إذا الشخص بده يقدم عن طريقنا مع هذا التيكتس والضيف، أو بدك تكون مثلا ضيف عند هذا الشخص من يوم لثلاث أيام فقط. في أشخاص اختار ثلاث أيام، في شخص بيختار يوم. هذا الموضوع كتير بيساعدك لحتى يثبت أنه كل رحلتك هي مناسبة ولتزيد فرصك عن ضابط الهجرة. أيضا بقدر أنه حاول ابني عمل صغير أو بزنس صغير، ما بالضرورة البزنسات أو التجارات اللي فيها مبالغ كتير خيالية مثل $1,000,000 ولا $500,000. لا بيكون أقل بكثير، وبتقدر عن طريقه تحصل على إقامة. طبعا نحن نمشي بخطوات وعم نحاول نحكي بشكل مختصر حتى الفيديو ما يكون طويل كثير. هذا كان كل شيء لهذه الفيزا. حنترككم الرابط بصندوق الوصف. معالجتها تحتاج بين 2 أسبوع إلى 7 أسابيع. في بعض الناس حصلنا على رد لهم خلال 3 أسابيع، في ناس 10 أيام، في ناس 5 أسابيع. فبدي يكون عندك صبر لهذا الموضوع، وكمان ما في داعي للبصمات. بنفسهم حابين يقدموا عن طريقنا بتواصلوا معنا على 001-416-550-5320. أما الأعضاء اللي عم يدفعوا $19 شهريا عشان يحصلوا على رد أسرع وخدمات أفضل، وهذا السعر طبعا temporary، هو مؤقت بس لمساعدة الناس قدر المستطاع. الرقم هو 001-437-440-3235. شكرا كتير لكم، أنا بتمنى التوفيق للجميع وطاب يومكم.